Bismillahirrahmanirrahim. Tulab as-saf al-thani al-i'dadi. Inshallah باذن الله هناخد درس جديد النهارده هو اسمه المعادلات الاسيه. ايه هي المعادلات الاسيه؟ المعادلات الاسيه هي معادلات الرمز او المتغير س بيكون في الاسس. طيب المبدا اللي احنا هنشتغل بيه ان لو الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس. بمعنى ايه؟ لو انا عندي الف والس نون بيساوي الف والس ميم، يبقى الاساس هنا بيساوي الاساس، يبقى ده معناه ان النون بتساوي الميم. طب اذا كان الاساس بيساوي الاساس فان الاس، اذا كان الاس بيساوي الاس فان الاساس بيساوي الاساس او الاس بيساوي صفر. يعني الف والس نون بتساوي ب والس نون، يبقى ده معناه ان الالف يساوي ب، او الالف بيساوي موجب او سالب الب لو كانت النون زوجي، او النون بتساوي الصفر لو كانت الالف لا تساوي الب. طيب الف والس نون بتساوي واحد، يبقى ده معناه ان الاس بيساوي صفر. طب تعال نشوف كده ايه وجه قيمه نون في كل ممات. 2 اس نون بتساوي 8. طيب ال 8 دي عباره عن 2 اس 3. طب انا هجيبها ازاي؟ في طريقه كده بالاله الحاسبه احنا بنعملها ممكن تسهل عليك لو انت مش عارف ان ال 8 دي 2 اس 3، اللي هي بنسميها زرار كده اسمه اللوج على الاله. لوج كده فيه مربعين، مربع صغير ومربع كبير، بكتب في الصغير 2 وفي الكبير 8، هيديني الاس 3. يبقى 2 اس نون بتساوي 2 اس 3. هنا بقى الاساس بيساوي الاساس، يعني الاثنين بتساوي الاثنين، يبقى الاس هيساوي الاس، يعني النون بتساوي 3. طيب 5 اس 2 نون ناقص 3 بتساوي 625. يعني 5 اس 2 اس 2 نون ناقص 3 بتساوي 5 اس 4. الاساس بيساوي الاساس، يبقى 2 نون ناقص 4 بتساوي 4، يعني 2 نون بتساوي 8، يعني النون بتساوي 4. طيب 3 اس نون ناقص 1 في 3، 2 اس نون ناقص 1 في 3 اس 1 ناقص نون بتساوي 9 على 4. يبقى 3 اس نون، يبقى 2 اس نون ناقص 1 على 3 اس نون ناقص 1 بتساوي 3 اس 2 على 2 اس 2. يعني 3 2 على 3 اس نون ناقص 1 بتساوي 3 على 2 اس 2. الاساس بيساوي الاساس، يبقى الاس هيساوي الاس، يبقى نون ناقص 1 بتساوي سالب 2، يعني النون هتساوي سالب 1. طيب 5 اس نون بتساوي 1 على 32، يعني ممكن نقول ان 5 اس نون بتساوي 1 على 2 اس 5، يعني نص اس 5، يبقى ده معناه ان النون بتساوي نص. 3 على 5 اس نون زائد 2 بتساوي 125 على 27. هنحللها، يبقى 3 على 5 اس نون زائد 2 بتساوي 5 على 3 اس 3. هنقلبها، يبقى 3 على 5 اس نون زائد 2 بتساوي 3 على 5 اس سالب 3. الاساس بيساوي الاساس، يبقى الاس هيساوي الاس، يبقى نون زائد 2 بتساوي سالب 3، يبقى نون هتساوي سالب 5. 3 اس نون ناقص 3 بتساوي جذر 3 اس نون زائد 5. هنظبط التلاتة نخليها جذر 3 بس أس 2 نون ناقص 6. الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس هيساوي الأس، يبقى 2 نون ناقص 6 بتساوي نون زائد 5، يعني النون هتساوي 11. 7 أس 4 نون، 7 أس 4 ناقص 2 نون بتساوي 1، يبقى كده معناه إن الأس بيساوي 0، يعني 4 ناقص 2 نون بتساوي 0، يعني النون هتساوي 2. جذر 3 أس نون ناقص 1 بتساوي 9، يعني جذر 3 أس نون ناقص 1 بتساوي جذر 3 أس 4، يعني نون ناقص 1 هتساوي 4، يبقى نون ب 5. طب 4 أس نون ناقص 10 بتساوي 1 على 16، يبقى ده معناها إن ال 16 ديت هخليها 4 أس 2، يعني هترفعها فوق في البسط تبقى 4 أس سالب 2. الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس هيساوي الأس، يبقى نون ناقص 10 بتساوي سالب 2، ومنها النون هتساوي 8. طب تعالى نبسط ديت. 8 أس س في 9 أس س على 18 أس س بتساوي 64. اوجد قيمة 4 أس سالب س. هنبسط كل واحدة لوحدها. ال 8 تبقى 2 أس 3 يبقى أس 3 س، 9 3 أس 2 تبقى أس 2 س، 18 2 في 9 وهنظبط برضو ال 9، يعني في الآخر هتبقى 2 أس س في 3 أس 2 س. يعني في الآخر 3 أس 2 س هتروح مع 3 أس 2 س، وبالنسبة للاثنين هنطرح الأسس
تبقى 2 أس 3 س ناقص س، يعني 2 أس 2 س هتساوي 64، وال 64 دي 2 أس 6، يبقى 2 س هتساوي 6، يعني الس دي 3. هو عايز قيمة 4 أس سالب س، يعني 4 أس سالب 3 ب1 على 64.